أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وشهد الحفل تكريم لولو العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين. مراسلنا في الرياض والتفاصيل. في إطار الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أقامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية احتفالا بعنوان خليجية ملهمة، تكريما للدور الكبير والمحوري الذي تقوده المرأة الخليجية، وعرفانا بإسهاماتها على الصعيد الخليجي والعالمي. نحن فخورين بالغ الفخر بما وصلت إليه المرأة الخليجية في جهودها العديدة لمواجهة التحديات، لتطوير من ذاتها، لتلقي العلم. فأمست المرأة الخليجية ولله الحمد مثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، تتبوأ كبرى وأعلى المناصب سواء محليا أو إقليميا أو دوليا. فنحن بالفعل فخورين بما وصلت إليه أختنا المرأة الخليجية. وخلال الاحتفال كرمت الأمانة العامة عددا من السيدات الخليجيات ممن قدمن خلال مسيرتهن إنجازات كبيرة، حيث تم تكريم المحامية لولو العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين. الاحتفالية ركزت على دور المرأة الخليجية في نهضة شعوبها ودورها كمساهم في بناء أوطانها. فشفنا من خلال العرض ومن خلال الكلمات اللي طرحت مدى تمتع المرأة الخليجية بحقوقها بدعم من الدول. المرأة الخليجية وصلت إلى مرحلة متقدمة بقدراتها الذاتية وبدعمها مثل ما قلت من دولها. الدعم المؤسسي مهم جدا جدا جدا. يعني أنا أضرب مثل مملكة البحرين، المرأة البحرينية تمكنت هي بقدراتها الذاتية، لكن لما وجدت لها الأرضية الخصبة من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تعني بحقوقها وتحمي حقوقها، زادتها انطلاقة وزادتها إصرار على التقدم، إصرار على إثبات وجودها، ووصلت إلى ما وصلت عليه. ويأتي هذا الاحتفال تأكيدا على الدور الكبير الذي تسهم فيه المرأة الخليجية ضمن منظومة العمل الخليجي المشترك. الحقيقة هو مشوار للمرأة برته في مرحلة التعليم، في مرحلة دخول سوق العمل، وكذلك في مرحلة ريادة الأعمال. هذا المشوار المرأة الخليجية بدأته بخطوات واسعة وثابتة، لأنها لاقت كل الدعم من الجهات الحكومية وكذلك كل الدعم المجتمعي. نعم، البداية كانت صعبة والبداية كانت فيها العديد من التحديات، لكن بفضل التعاون والمساندة استطاعت المرأة أن تحقق مناصب عالمية، استطاعت أن تصل إلى العالمية في مجالات عدة، في مجال الفن، في مجال الأدب، في مجال كذلك أيضا حتى في مجال التمثيل الدولي. يأتي هذا الاحتفال تكريما للمرأة الخليجية التي كانت ولا زالت حاضرة بإنجازاتها ونجاحاتها. عبد الرحمن الحربي، تلفزيون البحرين، الرياض.